ايوه ماشي. لا انت ما محتاجش كده والله، مردود ولا حاجه والله. اداره بتدير ده صعب جدا. هو افترض واد عمل دماغ وطلع وعامل بتدير ده ازاي؟ والله حضرتك احنا انا اولا بدخل الله يكون في عونك بجد انا بدخل مثلا ومثلا في معايا زي الاستاذ محمد حميد مثلا بندخل فرح احنا قاعدين مستنين مثلا العريس بيجي بنستقبل مثلا عريس انا بستقبله وبعد كده بقدم الفرقه اللي معايا بشتغل شويه مثلا يجي المطرب اقدمه بعد كده بقى بعد شويه الاقي مثلا صاحب الفرح طالع لي والنبي قدم لي رقصات اللي معايا انا جايب رقصات ما بنكونش احنا عارفين ساعات ما بنكونش عارفين اللي في رقصات معانا في الفرح خالص بيطلعوا بقى عاملين ايه هو والله بيطلعوا ايه ببدل في بيطلع ببدل وفي بيطلع بلبس تاني لا في بيطلع ببدل وفي بيطلع بلبس تاني مش كله او من غير هدوم خالص مش هقول لك لا في بيطلع ببدل وفي بيطلع كده بس انا عشان اقول انت بتقدمهم طبعا انت كانك بتقدم بقى انت هنا انا مش انا في بتقدم فاتن حمامه عمر شريف في بلاد في بلاد يا استاذ وائل لو انا ما قدمتش الرقصه ديت كويس الرقصه ديت ما اشتغلتش يضربوك وما يخبطش فلوس ما يخبطش فلوس والله العظيم كلمه استاذ وائل والله بجد والله استنى بس انا الكلام معاه ممتع والله استنى شويه بس هاجي لك والله العظيم في بلاد يعني مثلا انا اشتغل مثلا وكده ورقصه شغاله اقول لي يا استاذ انت مش هتشتغل انت مش هتشتغل ليه ما تشتغل شغل وفي حاجات اغاني مطلوبه لهم كده لازم مثلا انا والبنت اللي قصادي اقول لو ما قلتهاش لا انت ما اشتغلتش لو رقصه ما اللي هي اغاني اباحيه يعني شبه اباحيه مش اباحيه يعني لا هي مش مش كل اباحيه لا 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 مش كل اصل انا بقول لا استنى بس استنى ما اشتغلتش ايه ده انت ما قلتش الحاجات دي ومزيت الناس الجماهير اللي موجوده دي مش يبقى انت راجل فشلت النهارده ايوه مش ممكن ما تقبضش كمان ايوه ما انا بقول لك مش هقبض ولو طب وبعدين وبعدين لا 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 ممكن لو رقصه ما جاتش بالفرح ممكن ما نقبضش ولا انا ولا فرقه ولا ده مصر واقف على القصه والله ما لا تبتذل يا باشا في بلد يعني هقول لك حضرتك قبل مثلا هي في الدقهليه مش هنقول اسم البلد في الدقهليه مثلا البلد ديت انا قلتها حضرتك الرقصه قبل القايمه بتاعه العريس والعروسه قبل القايمه قبل القايمه بتاعه الاتفاق عليه الاتفاق هتجيب لي كام واحده معايا على المسرح ليه بقى العدد الكبير لا ده في 12 وفي 20 وفي 23 وليه بالمايوهات وبالغير المايوهات كل ما صاحب الفرح كده بس يعني اقول لحضرتك على حاجه يا استاذ يبقى صاحب الفرح هو عايزهم كده طالب من المتعهد كده اللبس عايزهم كده قدامه يعني عايز اللبس كده مثلا ايه انا عايز فلانه باللبس كذا انا عايز فلانه باللبس الطويل هو على حسب صاحب الفرح اسمها يعني يعني مش ذنبنا اللي احنا هو طلب صاحب الفرح كده في بنات بقى اسمها يعني السؤال يقول لك انا عايز فلانه وعايز فلانه وتلبس كذا بيجيب الرقصات وبيجيب الحشيش والمخدرات وبيجيبها ويحطها ده من طقوس لناس معينه هي فئه معينه برضو مش كله بس قبل ما بيجيب الحاجات دي بيتعهد ممكن والله في ناس طبعا ساريه بتبقى معاها فلوس وعايزه مش عارفه تعمل فلوسها فين ويجيب المخدرات يتعاقد الاول معاها المخدرات كلها بجميع انواعها ويفرشها الاول ده كيف ده واجب انا بوجب كده مع الراجل اللي جاي للضيف بتاعي والواجب بتاعهم في اخر الليل بقى خلاص كلهم بقوا سكاره هو الايه طيب. قبل ما اطلع قبل ما اطلع فاصل طيب انت بتتعامل ازاي مع تبقى واقف على المسرح مع الكلام السوقي ده الاباحي ده انا يعني ما ورا حضرتك انا بقف مع الناس فوق والناس اللي تحت اساسا ممكن تلاقي واحد طالع لي والنبي يا استاذ عايزين كذا ويشد من هنا ويشد من هنا ويشد من هنا ويشد من هنا ما عملتش كده انضرب ولو ما عملتش كده قول يا عم في واحد في يوم طلع لي وقف لي بسكينه الساعه 3 بالليل قال لي لو ما كملتش الفرح هضربك طب انا ذنبي ايه طب خلاص كده ما عادش هيقول لك لا احنا لسه ما اتبسطناش الساعه 3 بالليل مثلا احنا شغالين استاذ محمد من 9 بالليل احنا لسه ما اتبسطناش احنا لسه ناقصنا الصبح هو انا كنت عايز اخش في الجزئيه دي احنا لسه يعني ما اتحظناش يعني عايزين نتحظ احنا بنبقى تحت امر صاحب الفرح عايزين ايه يتحظوا يعني يكونوا محظوظين يعني مزاجهم حلو اهو محظوظين وكده ايوه احنا بنبقى تحت امر صاحب الفرح يعني اعملوا كذا عشان كده بيسموا الفرح يقول لك انا رايح حظ انا رايح حظ ساعات كده الواحد يقول لك رايح فين يا ابني والله العظيم من جميع انحاء والله العظيم اسوال بيسموه حظ يعني على اساس حظك حلو الليله يعني حضرتك واحد في يوم واحد الكلام ده الكلمه دي مشكلتي انا واحد في يوم من الفرقه اللي ورايا اللي شغاله قال لي والنبي ايه يلا يا محمد عشان ايه كده كفايه الساعه 3 قلت له ماشي خلاص لقيت واحد طالع جنبي بسكينه هو قال لي يلا خلاص دي لسه طب الكلام ده انا ده مش ده في المنطقه عامه يعني الكلام السوقي والاباحي ده بيطلع ازاي هو والله مش مع كله يعني انا بشتغل في قاعات وبشتغل في كده مش ثابت ان انا في فرح شعبي في شارع انت تبع الفرقه شوشت تبع الفرقه لا انا لوحدي تجليات يعني
الوحي بيجيلك ازاي؟ ده ممكن تعمل افيه مثلا جديد كده يقوم طالع مثلا يبقى جميل؟ ده ممكن الوحي يعني بس نازل مش الوحي اللي انا كده. انا اصلا بقول لحضرتك انا بعتقد يعني انا برضو مش اللي انا اوصل الكلام للناس اللي قاعدين تحت كلام اللي انا اقول لهم انا قليل ادب مثلا او كده لان بعتقد اللي تحت دول اختي امي ده مؤخر السهره دي يا عم انت اختك وامك لا انا بتكلم عامه يعني انت في مخور يا لا انا بتكلمش في الوصله دي يا عمنا انت بس انت لا انا بتكلم حضرتك على اللي انا عمري ما اوصل الطريقه والاسلوب اللي انا اقول كلام زي ده بتقولها بطريقه مستتره اسمح لي انت محسسني ان ما انت انت قلت ان انا لو ما ابتزلتش معاهم في قبض ممكن ما اقبضش فلوس هيضربوك اه واتضرب عادي في بلاد كده خدت ما انت كام علقه لغايه دلوقتي لسه ولا علقه لغايه يعني طيب هطلع فاصل بس وبعد الفاصل هنكمل معاكم هنشرك المشاهدين معانا لانه ده يا جماعه بنشوفه في كل محافظات مصر وفي كل الاحياء الشعبيه والناس جزء من هذه المهزلة مش هحملها للي بيرفعوا شعار احنا بناكل عيش منها يعني وطبعا ده يعني ليس مقبولا ايضا لكن الناس جزء من هذه المهزلة في مجتمع عاوزها كده والناس بتتنافس وانت قلت لي قبل القايمه ويعني البلاد كده بيشترطوا عايز 16 سنه 14 سنه يا ازواق يعني هم عايزين الفرح كده